أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. هذا هو سر طول شعر الفنانة رهف شقير ومعلومات لا تعرف عنها. كشفت الفنانة السورية رهف شقير سر شعرها الطويل جدا بعد نشرها صورة قديمة لها بدأ فيها شعرها طويل جدا ووصل إلى أسفل قدمها تقريبا. وأكدت الفنانة رهف شقير أنها تعتمد على مجموعة من المواضيع ليكون شعرها طويلا. وقالت لكل الصبايا يلي يسألوني شو بستعمل لشعري، الحقيقة بسيطة كتير. اولا ما بصبغ او بلون شعري ابدا لانه الصبغات مضرة جدا. ثانيا بستعمل شامبو أطفال فقط. ثالثا حبوب زيت السمك أوميجا 3 المفيدة لكل جسم مع التغذية الصحيحة. رابعا واخيرا قص الاطراف ما له علاقة ابدا بنمو الشعر، يعني كمية الشعر يلي بتطول بشهرين انت عم ترجع تقصيه فبتحسي انه شعرك وقف ما عم بطول. والشعر بده سنين ليطول مو بشهر وشهرين بتحسي بالفرق. الفنانة رهف شقير من مواليد 30 سبتمبر عام 1989. وعمرها الآن 30 سنة. وهي متزوجة من شاب عن قصة حب خارج الوسط الفني. وجنسية الفنانة رهف شقير هي سورية. وبدأت نشاطها الفني عام 2009 حتى الآن. وقدمت العديد من الأعمال الدرامية السورية. وديانة الفنانة رهف شقير هي الإسلام. ودرست إدارة أعمال وكانت تحلم أن تكون إعلامية. وتعتبر صور الفنانة رهف شقير من أجمل وأفضل الصور التي انتشرت على مواقع الإنترنت والإنستغرام والفيسبوك. حيث أنها تتمتع بالجمال الساحر وأيضا تتميز بالأداء التمثيلي الجيد.
وهي تعد من أهم فنانات سوريا وأفضل فنانات الوطن العربي. والتي لها جمهورا كبيرا، وهي فنانة جميلة ورقيقة ورائعة، تتميز أيضا بالهدوء. وبدأت الفنانة رهف شقير مسيرتها الفنية في عالم الفن والتمثيل في عام 2009، عندما شاركت في أول عمل درامي لها في مسلسل بعنوان قلوب صغيرة. ومن بعدها توالت أعمالها الفنية المميزة والتي اشتهرت من خلالها كثيرا، وأصبحت واحدة من أهم فنانات سوريا. وقدمت الفنانة رهف شقير خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية الناجحة والمميزة، والتي منها مسلسل بعنوان مطلوب رجال. وبعدها شاركت في مسلسل السالب والموجب وزمن البرغوث الجزء الأول والثاني، وأيضا مسلسل فتة لعبة ورقص الأفاعي، وأيضا قامت بعمل مسلسل مرايا عام 2011. كما إنها شاركت أيضا في مسلسل نساء من هذا الزمن. وآخر أعمال الفنانة رهف شقير وأحدث أعمالها الدرامية، وهو مسلسل آخر محل ورد في عام 2017.